الإمام الصادق عليه السلام يقول: من أحب الأعمال إلى الله تعالى زيارة قبر الحسين عليه السلام، وأفضل الأعمال عند الله شنو هو؟ إدخال السرور على المؤمن. فإذا الإنسان في طريق كربلاء في وقت الزيارة جمع بين الحقين تصير مرتبته كلش عالية، لأنه من أفضل الأعمال عند الله زيارة الإمام الحسين عليه السلام، هذه من أحب الأعمال عند الله. وأفضل الأعمال عند الله ما هو؟ أن يدخل السرور في قلوب المؤمنين. فإذا واحد في كربلاء في حالة الزيارة في الطريق يتصدى بل يتفرغ لإدخال السرور في قلوب الزوار وهو زائر، فقد جمع الأحب والأفضل.